كلمة للنساء لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت في ليلة السبت 26 من شهر ربيع الآخر لعام 39 و400 الهجرة. وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله عز وجل ينادي المؤمنين باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فمن كان مؤمنا فالله يناديه، من كان مؤمنا فالنداء يعنيه: يا أيها الذين آمنوا. لو أن أحدنا يمشي في طريق وناداه شخص: يا فلان ابن فلان، يجيبه مباشرة، فهذا نداء من الله، نداء كريم من رب كريم، من رب عظيم، من رب رحيم: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء تكلم به الله، وسمعه جبريل، وانفتحت السماوات السبع لهذا النداء، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألقاه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحمله الصحابة، وتناقلت الأمة هذه الآية عصرا بعد عصر. فهذا دليل على أنه نداء له أهميته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نادانا الله عز وجل ليقول لنا هذا الكلام، وليأمرنا بهذا الأمر، وليكلفنا هذا التكليف، أن نجعل بيننا وبين النار وقاية، وأن نجعل بين أهلنا وبين النار وقاية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أي لا تعرضوا أنفسكم للنار، ولا تعرضوا أهليكم للنار. وما هو الذي يعرضنا للنار؟ هو الخروج عن أوامر الله. أما إذا كان المسلم يعمل بأوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه، فإنه لا يكون معرضا للنار. وهكذا المرأة التي تعمل بأوامر الله وتنتهي عما نهاها الله عنه، فإنها لا تكون معرضة للنار. ولهذا جاءت هذه الموعظة العظيمة حتى نكون على حذر من أن نقع فيما يعرضنا لنار جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الذي لا يريد أن يقع في النار ينتبه على نفسه. كيف يكون الرجل كذابا وهو يريد أن يكون بعيدا عن نار جهنم؟
أنت عرضت نفسك لنار جهنم. قد يكون الإنسان حلافا للأيمان الفاجرة ثم يريد أن يكون ناجيا من عذاب الله. قد يكون الإنسان غشاشا في بيعه وشراه، له وسائل يأكل بها المال الحرام ثم يريد أن ينجو من نار جهنم. قد يكون سبابا أو لعانا أو مسيئا للجوار أو قاطعا للرحم أو عاقا لوالديه، ثم يريد أن يكون ناجيا من عذاب الله. الذي يريد أن ينجو من عذاب الله هو الذي يعمل بمرضاة الله ويبتعد عن معصية الله. بعض الناس من الرجال ومن النساء ربما تركوا بعض الصلوات، ربما تركوا بعض الصلوات، وربما فاتت بالكلية حتى تذهب، ثم يريد أن ينجو من عذاب الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انتبهوا لهذا المعنى العظيم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وانتبهوا لهذا الحديث العظيم، سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم؟ هذا والله سؤال مهم، لأن الآن على وجه الأرض مليارات من بني آدم، المسلمون قلة. قبل 100 سنة المليارات هذه ما كانت موجودة، لو باقي واحد منهم نستغرب، عمره 100 سنة ولم يمت. وبعد 100 سنة المليارات الموجودة ستكون في بطن الأرض ويكون هناك مليارات أخرى. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ وأغلب هذه المليارات ليس مسلمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب أصحابه على هذا السؤال: كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: أرأيتم لو أن لرجل خيلا محجلة في وسط خيل بهم دهم، ألا يعرفها؟ قالوا: بلى. قال: فإن أمتي يوم القيامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الذي ليس عليه آثار الوضوء ما عنده ما يثبت أنه من أمة محمد. المرأة التي ليس عليها آثار الوضوء ما عندها ما يثبت أنها من أمة محمد. هل يكفي أن يقول الرجل: أنا اسمي محمد أو اسمي صالح أو اسمي قاسم أو علي، وهي تقول: اسمي عائشة، اسمي فاطمة، اسمي كذا، اسمي باسم زوجة النبي، باسم بنت النبي؟ ما ينفع. الذي يعرف بأن الإنسان مسلم سواء كان رجلا أو امرأة هو الصلاة، لأن الوضوء متعلق بالصلاة. فإذا لم يكن عليه، إذا لم يكن مصليا، ما سيكون عليه أثر الوضوء. فعلى هذا علامة أمة محمد يوم القيامة آثار الوضوء. وبعض الناس يظن أن الأمر سهل، الأمر وراءه جنة أو نار، ما هناك خيار ثالث. سئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عن رجل عنده دوام يوقت الساعة على الساعة 7:30
ليقوم للدوام، يعني مؤكد أنه ما سيقوم لصلاة الفجر، وإلا كان سيوقت الساعة على صلاة الفجر ليقوم يصلي. هذا ينام إلى قبل الدوام بنصف ساعة، يقوم يمشي لدوامه. فقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: هذا كافر، هذا كافر. نعم، لأنه ترك صلاة الفجر لا في بيته ولا في الجماعة، تركها بالكلية. فلهذا بارك الله فيكم، شأن الصلاة عظيم، ينبغي أن نعظم الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نبي الله إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وعندما وضع إسماعيل عند زمزم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. فأول ما دعا لابنه إسماعيل أن يقيم الصلاة، فجعله الله كذلك. قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فكان نبي الله إسماعيل يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وهي دعوة استجابها الله عز وجل لنبيه إبراهيم، وجعل ابنه نبيا، فكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. في الخلاصة، إذا رزق الله العبد تعظيم الصلاة فهو على خير، إذا رزق الله المرأة تعظيم الصلاة فهي على خير. تعظيم الصلاة شأنه كبير، قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف يتحمل المسلم والمسلمة أن المؤذن يؤذن وهم لا يصلون؟ سبحان الله، لا خوف من الله ولا حياء. لو أن شخصا دعاني: يا فلان، فلم أجبه. مرة ثانية دعاني فلم أجبه. مرة ثالثة دعاني فلم أجبه. يقول: عيب عليك، كيف أدعوك لا تجيبني؟ سبحان الله، مع أن هذا اللي دعاني، الذي دعاني هو محتاج إلي، دعاني لحاجته. فكيف إذا كان الله جعل المؤذن ينادي في اليوم 92 صوتا، كل أذان فيه 15 صوتا، والأذان الأول للفجر زائد الصلاة خير من النوم، صار المجموع 92 صوتا، وتتعدد الأعداد بتعدد المساجد، فهذا يسمع النداء ولا يجي. أين حياؤه من الله؟ أين خوفه من الله؟ أين الأمانة التي أمنه الله؟ فالصلاة أمانة عند العبد، ودين الإسلام أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وجعل الله الصلاة تصفية للمجتمع، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه ويعود أبناءه وبناته وزوجته، يعودهم الجميع أنه إذا جاء وقت الصلاة يتغير وقت وضع المنزل تماما، الجميع يتحركون من أجل الصلاة، الجميع يتحركون من أجل الصلاة. وهكذا بارك الله فيكم، الآية الكريمة كما سمعتم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الآية فيها أمر مهم، وهو أننا ننظر ما يصلح ديننا، ما لنا دخل من عادات الناس وتقاليدهم.
لنفرض أن جيراننا مقصرون أو أن أهلنا من أعمام أو أخوال مقصرون في دين الله، نحن ما لنا دخل منهم، نحن ننظر ما الذي ينجينا من عذاب الله. ما الذي ينجينا من عذاب الله؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولاحظ في الآية أنه قال وقودها الناس والحجارة، أي إن لم تقوا أنفسكم وأهليكم النار فأنتم الحطب، أنتم حطب جهنم. إذن ما لنا دخل في الأقارب ولا شأن لنا بهم، ولا في الأجانب ولا في الجيران ولا في غيرهم، ولا في المستجدات في المجتمع، ولا يعني مواكبة المستحدثات العصرية والمستجدات والموضات وغير ذلك. نحن ننظر ما الذي ينجينا بين يدي الله جل وعلا، ما الذي يقينا عذاب النار. فبعض الفتيات وبعض النساء ربما تستحي أن تظهر بحجابها الشرعي أمام جاراتها وزميلاتها. إذا كنت تشعرين أنك قد أرضيت الله، ما لك دخل من هؤلاء. من رضيت رضيت ومن سخطت سخطت. إذا كان الرجل يشعر أنه قد ربى أولاده تربية صحيحة وأقامهم على دين الله، لا شأن له بالجيران ولا بالزملاء ولا بالأقارب ولا بالأصدقاء. أصدقاؤنا وجيراننا وأقاربنا إن ارتضوا بنا ونحن على طاعة الله فحي أهلا بهم، وإن كانت صحبتهم لا تتم إلا بمعصية الله فلا حاجة لنا بصحبتهم ولسنا حريصين على صحبتهم نعم. فالمرأة تظهر بحجابها الشرعي أمام جاراتها، أمام قريباتها، أمام النساء جميعا، شاءوا أم أبوا. حجابك على جسدك، ما هو على جسدها. إذا كان لا يرضيها تضرب برأسها في الجدار، ما لك دخل منها. أنت محجبة الحجاب الشرعي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. عورة من رأسها إلى قدمها، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فلا يظهر منها في حجابها، لا يظهر منها وجهها ولا جزء من وجهها كالعينين ولا الكفان ولا القدمان، لا يظهر منها شيء. تجعل لها غطاء على وجهها، وربما احتاجت إلى أن تضع النقاب ثم الغطاء من فوقه حتى تكون في غاية الستر والحجاب، وتلبس القفازين في يدها، وتلبس الشراب في رجليها، وتخرج بكامل حشمتها. نعم، تخرج بكامل حشمتها. ألفت النظر إلى أمر، بعض النساء تعاند في الحجاب. تعالوا ننظر من الذي يغضب ومن الذي يرضى. خرجت المرأة بغير حجاب، من هو الذي رضي ومن هو الذي غضب؟ الذي غضب هم الصالحون الذين يغضون أبصارهم ويستغفرون الله من نظرة الخطأ التي وقعت، وربما آذته تلك النظرة في قلبه، وربما دعا على تلك المرأة وهو رجل صالح. ومن هو الذي فرح؟ الفساق. الفسقة هم الذين فرحوا، يظلون يمعنون النظر براحتهم، شاكرين لتلك المرأة أنها خرجت من دون حجاب، ويتمنون أن لو زادت في التبرج. إذن أرضت الفسقة، أرضت الأشرار، أرضت الخبثاء الذين ينظرون إليها نظر السوء ونظر الشر ويتمنون الأماني. وأغضبت الصالحين المؤمنين الذين يريدون أن يغضوا أبصارهم وأن يحافظوا على قلوبهم، وبإغضاب الصالحين يغضب الله، وبإرضاء الفاسقين يغضب الله.
إذن المرأة إذا خرجت بدون حجاب أغضبت الله، حتى ولو كان على مستوى العينين أو اليدين أو القدمين، قد يسر الله هذه الوسائل. بعض الناس يقول تشدد، خلنا من تشدد، أنت أفرحت الفسقة بكشف أجزاء من جسم زوجتك، أفرحت الفسقة بكشف أجزاء من جسم ابنتك، يدين أو قدمين أو الجزء من الوجه كالعينين. فلهذا على المسلم والمسلمة أن يحذروا على أنفسهم من عقاب الله. أول من دعا إلى التبرج من هو؟ الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. ينزع عنهما لباسهما، كان لباس آدم وحواء عدم التفطن أنهم عرى، هذا كان لباسهم، مع أنه زوجها وهي زوجته ليس بينهم عورة، لكن كان ستارهم ولباسهم عدم التفطن أنهم عرى. فعندما أكل من الشجرة تفطنوا لكونهم عرى، فذهبوا يغطون على أنفسهم بالشجر. الشاهد أن الشيطان هو الذي دعا إلى هذا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فنقول لكل رجل ولكل امرأة: الشيطان ينزع عنكم لباسكم إذا كنتم تكشفون عن عوراتكم. سواء رفع الرجل ثيابه إلى ما انكشف فخذه أو ما تحت سرته، أو المرأة تكشف وجهها أو جزءا من وجهها أو يديها أو قدميها ونحو ذلك، أو أنها تلبس ملابس ضيقة أو تلبس حجابا مطرزا منقشا. فنحن نرى حجابات معلقة في الأسواق، يعني تحتاج إلى حجاب من فوقها، ما تصلح حجابا لأنها منقوشة مزينة، فهذه تحتاج فوقها إلى حجاب. فالمرأة التي تخاف من الله تحسن حجابها. من رضي من الجارات والصديقات والزميلات رضيت، ومن أبت أبت. نريد أخواتنا وبناتنا ألا ينسحبن وراء المغريات ولا وراء المستجدات ولا وراء العادات الباطلة. نعم، وينبغي للمرأة وللفتاة إذا كان أبوها رجلا صالحا أو كان أخوها رجلا صالحا أن تستجيب لتوجيهاته ولنصائحه، فإنه يريد لها الخير، يريد لها أن تكون مصونة شريفة. إن خرجت من البيت خرجت معززة مكرمة محجبة، وإن كانت في البيت لبست الملابس المحترمة الجيدة، وهكذا. فنحافظ على أنفسنا من أي شيء يسبب لنا العقوبة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.